موجز أخباري من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. بداية، وفي قطاع السكن وبوية تطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية المحلية بولاية أدرار، عاين وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بالعريبي جملة من المشاريع السكنية، حيث أكد على تخصيص آليات جديدة حول الوضعية العقارية الموجهة لهذه المشاريع على غرار عدل 3 والسكن الاجتماعي، إضافة إلى صيغة الترقوي المدعم والسكنات الريفية. وبالمناسبة، أعلن بالعريبي عن تدعيم الولاية ببرنامج جديد قوامه 15,000 وحدة سكنية من مختلف السياق. برنامج سكني جديد 2100 وحدة سكنية اجتماعي، يعني LPL المسمى السوسيال، 200 وحدة سكنية من الترقوي المدعم، تقريبا 5000 إعانة من لابيتاريورال يعني الدعم الريفي، وأكثر من 7000 إعانة من التجزئات الاجتماعية. أن قبل ما ننطلق في المشاريع في الاكتتاب، بدينا نخصص الأراضي، بدينا نتحصل على الأراضي من عند طرف الولات. هذا هو الشيء اللي صار، يعني تحصلنا عليه في ولاية أدرار، قطعة أرضية يعني محضر شواتيرا، يعني اختيار الموقع للأرضية التروى في ولاية أدرار، وهذا هو الشيء اللي كان في جميع الولايات. يشرع صبيحة اليوم وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية عين دفلة، يعين فيها وضعية التمدرس وبعض مشاريع إنجاز المؤسسات التعليمية، ويضع حجر الأساس لبناء مرافق وهياكل بيداغوجية أخرى. دوليا الآن، وفي تطورات الوضع بفلسطين المحتلة، ولليوم 63 بعد المئة يواصل العدوان الصهيوني قصفه وغارته على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مستهدفا صباح اليوم منازل بدير البلح وحي بشارة وسط القطاع، أدت إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى. كما ارتكب الاحتلال الصهيوني 7 مجازر خلال 24 ساعة الماضية، استشهد خلالها 60 فلسطينيا وأصيب العشرات، في حين تشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات واعتقالات أدت إلى وقوع اشتباكات بين الجانبين. أما التصعيد الخطير والانتهاكات والجرائم المرتكبة في حق الأبرياء، أدانت الخارجية الفلسطينية استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك سياسة التجويع والعطش. كما دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الاحتلال إلى وقف هجومه البري على مدينة رفح، مطالبا بعدم السماح بحدوث هذه الكارثة الإنسانية. رياضة الآن، حيث يعقد اليوم الناخب الوطني الجديد لكرة القدم فلاديمير بيتكوفيتش ندوة صحفية بقاعة المؤتمرات لملعب نيلسون مانديلا ببراقي بالجزائر العاصمة. الندوة هذه تأتي قبل انطلاق الدورة الدولية فيفا سيريز المقررة بالجزائر في الفترة الممتدة من 21 مارس الجاري إلى غاية 26 من الشهر نفسه. هذا وكان بيتكوفيتش قد كشف في وقت سابق عن التشكيلة الوطنية المعنية بالتربص التحضيري القادم والمقرر ابتداء من نهار الغد بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى. كرويا دائما، ولحساب مباريات الجولة 20 للرابطة المحترفة الأولى، انتزع أمس فريق شبيبة الثورة فوزا مهما من خارج الديار، حينما تغلب على مولودية البيض بنتيجة هدف دون رد. من جهته، فاز اتحاد بسكرة على فريق اتحاد خنشلة بهدفين لهدف واحد. وبأخبار رياضة ناتي إلى ختام هذا الموجز الإخباري، نلقاكم في تمام 11 بحول الله، إلى اللقاء.